لا لا مستحيل أقبل بهذا الإشي، أنا ما راح أدخل بهذا السجن من مرة، حتى أنا ماني خايف من هذا المنشار اللي بإيدك يا رجل المنشار. اسكت اسكت، يلا خد لك يا مش خايف من المنشار، اطلع قديش هذا المنشار بوجع، بقسمك نصين المرة القادمة. اسكت، أنا ماني خايف من مرة، لا من المنشار تاعك ولا من هدول الجنود، حتى لو كان معاك كل الأسلحة وكل إشي، لأنه أنا فلسطيني وقوي كثير. اسكت اسكت، انت مش قوي، انت ضعيف كتير، والله كنت مفكرك انه انت يا مستر لحم شرير، كنت بحبك كتير، بس لما انت تحولت وصرت لونك اخضر وفلسطيني صرت بكرك. يلا ادخل للداخل. ما راح ادخل، هاي ساعدوني النجدة، شايف هذا الكوكب الفلسطيني اللي قدامي، كل الناس راح تيجي وراح تنصرني، لانه الله دوما بنصر الناس الطيب اللي مثلي، اما انت الشرير نهايتك يعني الخسارة. اسكت ولا كلمة، يلا تعالوا ساعدوني، تعالوا، ولا اي حدا بسمعك ولا اي حدا حتى بتطلع، راح انت بتنحط هون وراح تموت وتعفن جوا السجن. يلا امشي، يلا ادخل بلاش اطلق عليك النار، شو هذا ولد صغير غبي، احترم نفسك. خلص انا راح ادخل، بس متأكد سكت. انه راح اخرج من هذا المكان. ما راح تخرج ابدا ابدا، يلا اخرج اشوف كيف بدك تخرج. وكل ما كان اسكت، ابعد من هذا. شو هذا؟ اسكت انت، اطلع هون موجود كان شغلة مش كويسة، والان انا راح اسكرها. يلا خلينا نحاول اطلع. ارجع لورا، ارجع اسحك، تحاول اسحك. ايه والله كل هذا السجن مغلق بالكامل، غريب كتير كتير، بس ثواني، ايه هذا كتاب الشياطين يا حبيبي، خليني اجرب اقرا منه مره. سمعت انه هذا الكتاب يعني ممكن يسوي سحر. هملك بملكة، انت ملك في المملكه. هي هذا كلام هبل، مو سحر ولا اي اشي. خلص افضل اشي انا الان. ايه يا حبيبي، ايه صغير شو بتعمل في هذا المكان؟ بابا بابا تعال يا بابا، يلا انا اتبعتك شفت وين انت رايح، وبدي اخدك بدي اخدك، بدي اطلعك من هذا المكان الشرير، يلا تعال اتبعني بسرعة. كتير بالك كوني في حراس وفي ناس يعني خطيرين كتير، بس والله انا كنت متأكد انه راح يجي حدا ويساعدني. اكيد لانك انت بابا، يلا لا تطلع صوت لا تطلع صوت، لانه في حارس كبير كتير، هيو هيو طلع بقى بدي اشوفني. نعم دير بالك عنده رؤوس كتيرة. هي يلا احنا لازم يكون معنا اجنحة طيران او بلوكات. هاي تعال تعال عندي خطة، انزل لهذا المكان ومثل هيك هات البلوكات اللي معك، بنوصل طريق لغاته وبعديها بنطير. هي تعال هذا راسه بين، انزل لعندي هات البلوكات. يلا لا 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 بابا ما معي بلوكات، ما معي، جبت لك شيء ثاني احسن من البلوكات، جبت لك شغله بتخليك تطير بدون ما حدا يشوفك، شوف ايش هي. اشوف يلا ايش هي، خليني يا حبيبي، والله هذه المنطقه خطيره على الاخر. ايه شو هذا؟ هي معك بلوكات، يلا يا بابا حبي وحدي، خود خود هيهم، تفضل يا بابا، بكفوك ولا ما بكفوك؟ والله ما كنت مجهز حالي وجيتك بسرعة بسرعة لشان ما يقتلوك. طب يلا تعال تعال هيك من جنب، بدنا نعدي لحتى ما يشوفونا. بوم يلا وقت الهروب الى الكوكب الفلسطيني. واو يا سلام، والله بصراحة فرحان كتير، يلا يا بابا اصعد اصعد للأعلى، الآن الجنود كلياتهم مستنينك علشان تحكي لهم مين بدهم يحاربوا. ايه يا حبيبي الحراس حتى ما شافونا. هاي اسمعوا علي يا جنودي، في حالة طارئة كتير كتير، هذا الكوكب الأزرق اللي قدامنا بداخله ناس شريرة. ايش ناس شريرة؟ اذا احنا لازم نهجم عليهم، بس المشكلة انه احنا كوكب عائلة مستر لحم الفلسطينيين الفقراء، حتى ادوات واسلحة ما معانا. هاي عادي عادي، الله معانا وبنصرنا، صح انه ما عندنا الا هذه السيارات، هي مكسرة شوي بس بتشتغل، جرب جرب قودها يا صغيرة شوف اذا بتشتغل. يلا يلا والله يا بابا حتى الكرسي تبعها مش راضي يمشي، يلا يزيك طلع مسرعها. واو والله سريعة كتير، مو يعني متوسطة. خلاص خلاص انزل عنها، تعال تعال احنا لازم ندخل لداخل الكوكب تاعنا ونجهز خطة قوية. يلا تعال تعال يا بابا، خلينا ننزل. صح صح استنى شوية، العم حسين اللي بعتلي هناك واكيد هو عنده خطة، اكيد بيعرف كيف احنا رح نقضي عليهم. يا حبيبي طيب يلا، هاي اطلعوا صورتي هادي لما كنت انا الشرير، وهاي هون كنت بقتل الناس، ولكن انا صرت طيب وصرت فلسطيني. هاي مرحبا يا عم حسين، السلام عليكم. اهلا اهلا، وعليكم السلام ورحمة الله، والله من زمان منتظر فيك، وانا بعت ابنك الصغير
الصغير علشان اطلعك ويطلعك من الحبس وزبطت الخطة. بس الان في عنا خطة تانية وهي بدنا ننتقم من هدول الاسرائيليين الاشرار. نعم، لانه انا ما بحبهم وكل واحد بحب دولة فلسطين. بدي اياه يضغط لايك ويشترك بالقناة. وايش بدك تحكي كمان؟ هاي اللي ما بحط لايك وما بيشترك بالقناة بفعل جرس تنبيهات وبدعم فلسطين بتعليق، حتى لو ما بتعرف تكتب اكتب صاد اكتب سين حط العلم، واللي ما بسوي هيك بكون بحب اسرائيل وبشجعهم. نعم، لازم الكل يحط لايك ويشترك بالقناة. هاي يلا احنا لازم يعني نتدرب، بدي تنقلني انا والصغير تاعي على ساحة التدريبات لحتى نتدرب وبعديها نروح عليهم نقضى عليهم. خلاص امرك، يلا يلا بدي عد للثلاثة. 1 2 3. اوه يلا هاي نجينا على مكان التدريب اللي حكينا عليه العم حسين. نعم يلا، هذا تحدي الباركور واحنا الان لازم نسويه. يلا مثل هيك بيو يا صغيري، بدي تثبت لي قوتك يعني. يلا طيب رح احاول. بيو شايف كيف انا بطل قوي كتير وما في اي حدا بمنعني من الفوز. نعم يلا خلينا اكمل مثل هيك. بوم، هذا الباركور متنوع، هاي في هوني صوف وفي بلوكات متنوعة بتعرف الالوان. ايه بابا دير بالك دير بالك بس تسقط، بلاش احنا نخذل العم حسين، لازم احنا نفوز ولازم نحرر فلسطين ونقضي على الشر. اكيد انا ما رح اندب. طلع بتعرف هذه الالوان ايش هي؟ هاي الالوان؟ لا ايش هاي الالوان يا حبيبي؟ ما بتعرف هذا اللون الواقف عليه مثلا؟ ايش هذا اللون؟ هذا اللون اصفر. اخضر الوراه اصفر. اوه والله مش عارف. طيب خلاص خلاص بتعلمني على الالوان بعدين. انا نعم بس بعرف يلا. اللون الاخضر واللون الاصفر. يلا هنا وصلت بيوي. لا 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 لا. اوه صباح القتل. ايه يا بابا انت موجود في هذا المكان؟ فكرت انك أيوة. رحت على المدينة لحتى تقتل الناس. لا لا ما انا جبتهم الناس، جبتهم لهون علشان اليوم انا بدي اعلمك كيف تقتل الناس. اطلع اطلع، احنا العائلة تبعتنا مشهورة بان احنا بنمسك هذا المنشار بنقص فيه رؤوس البشر. يا حبيبي والله نفسي انا امسكه، بس دائما انت بتقول لي انه ممنوع استخدمه. ممنوع بس ايه، خليني اليوم استخدمه على البشر. خلاص خلاص اليوم راح تستخدمه، بس دير بالك. تعال معي تعال. هاي لا ما بدي استنى، انا قبل لانزل للاسفل دائما بسوي شغلة. بتعرف ايش هي؟ ايش هي يا ولد؟ يلا ما عندنا وقت احنا. قبل دوما لازم يكون عندنا وقت لهذا الاشي، لازم اقبل علم بلدي. والله كلامك صحيح، لهذا الاشي انا راح اكافئك. واليوم اطلع شو راح اعطيك، راح اعطيك هذا المنشار لك هدية. يا سلام والله صراحة متحمس كتير كتير. هاي يا ولد يا صغير لازم تكون حذر باستخدام هذا المنشار، لحتى هذا المنشار يعني بيمثل اسمك اللي هو عائلة ساو رجل المنشار. ايوه سامع شو حكالك العم الزومبي، اصحك تخربط وتقتل حالك او تذبح حدا. نطلع من هذا المكان، انا صرت مريضة. يلا طيب راح اطلعكوا. يلا يا ولد يلا اطلعوا، قوتك بدي افتخر فيك. بدي اكسركوا تكسير كلياتكوا. خدواي خدواي خدواي. يلا بس يا ولد، بس يا ولد عيب عليك حرام. اسكتوا، ما بدي اكسر لكم راسكوا كلياتكوا. اي اي لا تضرب لا تضرب. اي 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 هاي طلع، ما بصير عيب عليك. تعبت تعبت اخ، ثقيل هذا المنشار. لك شو تعبت يا ولد؟ هيك بديك تكون قوي كتير. شو انت مش قوي؟ بدك تخليني انا ما افتخر فيك يعني؟ يا حبيبي طلع يا بابا، المنشار دخل في كل جسمك، كيف هيك؟ ايوه لان انا ما بصير فيني ايش، طلع مكبر المنشار اللي بجسمي. يا شايف يا حبيبي؟ نعم الله هيك يلا. الواحد بقتل. هاي توقفوا عن اللعب، يعني انتوا الان لازم تروحوا للمدينة. هاي هربوا السجناء هربوا السجناء. ها شو هربوا السجناء؟ تعال يا ولد الحقوا تعال يا ولد بسرعة بسرعة. يلا 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 قادم قادم. يا حبيبي ايش اللي هربوا؟ خليني على السريع. وينك يا بابا؟ تعال يا ولد تعال اطلع لفوق اطلع. وينهم وينهم؟ خليني بدي ادخل. يا والله ما بعرف ما بعرف وين مكان الهروب. هدول يعني اسمع يا ولد يا صغير حفروا نفق اطلع يا، لانه البوابه مغلقه. اسكت اسكت كله منك انت اصلا، كيف بتخليه يهرب؟ تعالوا شوف يا ولد يا صغير يا حفر بابا. نفق وهرب. ايه النفق محفور بهذا المكان، بس كيف يعني؟ هذا الحارس عنده راس راسين 3 4 5، يعني عنده عين عينتين 3 4 5 6 7 8 10 عيون 10 عيون وما بشوفه.
ما شفتهم، انا اسف كتير. تعال يا ولد تعال، لا تكلم هدول الاغبياء، خود وتعالوا اتبعني. انا بعرف هو اكيد راح لهون. نعم للكوكب الاخضر، لانه هذا هو الكوكب تاعهم. يلا خلينا نقتحمه بالكامل. هي سالموا انفسكو، وينكو هي. والله ما عم بلاقي ولا اي حدا، خلينا ولا في اي حدا. اوه خلينا ننزل الاسفل. هي هي شو هذا؟ هي انت، هينا حملت المنشار، خود انت احمل منشارك. هات المنشار. هي هدده في، يلا عشان نحكي لنا وين. نعم يلا اعترف وين مستر الاحمل فلسطيني، وين راح؟ ايش مستر الاحمل فلسطيني؟ والله بصراحة راح احكي لكم، وديتهم لمهمة علشان تدربوا ولحد الان ما رجعوا. بسمع اشاعات انا بصراحة انهم اندبوا وماتوا، بس ما بعرف صحة هذا الكلام. اوف هذا بيخدعنا. شو تدريب ونقل؟ اسمع هذا عجوز مسكين وكبير، تعال نسأل الحراس ممكن انهم يساعدونا. يلا تعال بسرعة، اتبعني يا ولد، لازم نذبحه هذا لأنه بشجع فلسطين، وبدل ما ببوس الصورة اللي كنت تبوسها بتف عليها. نعم هي اسمعوا، اعترفوا بسرعة وين موجوديا المستر لحم الفلسطينيين. مستر لحم الفلسطينيين؟ طب ليش مسكين هذا المنشار؟ خلص آسف والله، احنا ما معنا أصلا أدوات ندافع عن أنفسنا. في سمعتك كلام انهم اندبوا وماتوا، بس ايش يمكن ما ماتوش، انا سمعت كلام انهم هم راحوا على الكوكب اللي لونه احمر. الكوكب اللي لونه احمر؟ متأكد الاحمر ولا الاصفر؟ احكي بسرعة. ايش مش عارف يعني، واحد منهم. اعترف بسرعة يا ولد، خد لك هاي. خلص الاصفر. ايه هاي وحكى قبل ما يموت، احنا مسكناه حتى يهون فيه بلوكات لونها اصفر. يلا خلينا على السريع نضلنا جايين لهذا المكان. يلا انزل الاصفر. مرحبا، بسرعة اعترفوا وين موجودين. ايش مين اللي موجودين ومو موجودين؟ احنا من عائلة. استنوا انتوا مين بتدوروا؟ انتوا بدكم تلعبوا معنا؟ ايه مين انتو؟ مين هدول يا بابا؟ شو بيسووا عنا بهذا الكوكب؟ ليش هيك لونه كمان؟ لونه ازرق على اللون المية، معقول بحب المي؟ بتحب المي انت؟ ايه بحب المي. هذا اسمعوا علينا، خلص اطلع من هون، ممنوع تجوا لعنا، احنا ما بنحب المي، احنا بنحب النار. اسمعوا ايه بابا احنا بنحب النار. خلص اسكت يا ولد. ايش؟ شو هذا عندهم مي كتير والله. شو هاي المي؟ هي بدكم نحكي لكم؟ شو بدكم معلومات احكوا لنا، انا بعرف كل شيء لان انا روبلوكس. والله هدول اسمع يا بابا، هدول شكلهم عائلة مجانين، ما اتوقع انهم موجودين في هذا المكان. والله ما اتوقع انا كمان. هي تعرف وين مستر لحم الفلسطيني؟ راح احكي لك بس بشرط، بدك تنشف وتجفف المي لتحت او بتشربها. نعم لازم تشربوا المية، وبعديها بدي اخبركم وين موجودين مستر لحم الفلسطينيين، انا بعرف وينهم وخبيتهم. اوف طيب خلص اسكت. اوه هاي هوني موجود الاسفنج اللي لازم نستخدمه لتجفيف البحيرة، يلا جففها. يلا جفف يا ابني، يلا بسرعة بديها قوي تكون، لسه المنشار معاك اسحك تضيعه بعدين. نعم لا تخاف يلا مثل هيك ومثل هيك. أيوة. ومثل هيك، يلا خلينا نضلنا طالعين لعندك. يلا اطلع. يلا بدك احكي لك وين موجود مستر لحم الفلسطيني. لا اسكت يا صغيري، اذا بدكم اقولكم اول اشي لازم ترجعوا تكسروا الاسفنج اللي خليتوه تحت، لازم يكون المكان نظيف. والله بدنا اياه نظيف، لمعوه كويس كمان، لمعه كويس. تعال يا بابا، خلص هذا شكله طالبين انه هذا المكان يكون فاضي ونظيف بالكامل لحتى ما يقبلوا يعني يخبرونا وينهم، بس يلا مو مشكلة راح نتعب شوية ولكن راح يكون عقابهم كبير. والله يا ريتني انا حملت المنشار وقتلتهم ولا خلونا نسوي زي هيك. طلع كيف حياتنا صارت، تكسير بالمنشار اسرع. والله المنشار هذا شايف كيف حياتنا بالمنشار افضل، بنهدد فيه وبنكسر فيه وبنسوي فيه كل شيء. يلا هينا خلصنا، خلينا ضلت بلوكه واحده كسرها. هاي موجوده. يلا تعال بدك احكي لك وين موجود. لا تقولهم انا بدي اقولهم. ايه بدك تعرف انا بدي اقول له يا بابا. اوف خلص انت خلي الابوك يحكي تكلم. انا بعرف. انا طيب يلا وينهم؟ ما بعرف والله وينهم، كنا بنمزح معك. ايه خلينا انا بعرف لنا المكان وينهم. احكي وينهم. نعم. ما بعرف. ايه ما بعرف.
خد لك اي يا حبيبي شو بتعمل؟ خد لك اي يلا اختبس غير والله قال اشرار اي اي يلا اي يلا موت مثل هيك. هدول بخلونا يعني ننظف المكان فقط عشان يخلونا نشتغل خدامين عندهم. والله بيستاهلوا، هيهم اكلوا النصيب تبعهم اغبياء. طلع جثة الولد الصغير صارت عظمه. تعال تعال حكونا ممكن يكون بالكوكب الاحمر، شو رايك نروح ونتاكد؟ نعم يلا خلينا نضلنا جايين مثل هيك. وعلى يلا هذا انزل المكان. انزل موجودين اكيد هم موجودين بالداخل. استنى استنى. روح روح والله هو طلع علي، هذا اتوقع انه بطل خارق. هي انا خايف بدي اغادر. شو تعال يا ولد اصحك تغادر هذا المكان. تعال والله بكسرك تكسير بعدين باخذ منشاره. هذا بعرفه، هذا الرجل العنكبوت وانا عندي حساسيه من العناكب. السلام عليكم بيو. اوف يا الله شو هذه الاصوات اللي بسمعها انا من الاعلى، خليني بدي اضلني طالع. هي شو هذا صوت منشار والله. هي اخ ايه يا حبيبي والله اسف اسف بالخطأ بالخطأ، بدي انزل لعندك. هي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس ثواني انت بتزعجني، كنت ماسك منشار، انت ما بتعرف انك جاي عند عائلة سبايدر مان الرجل العنكبوتي؟ سبايدر مان والله بالخطأ جيت لهون. ايه نعم نعم اكيد بعرف اكيد بعرف والله انا بحبك كثير وانا طيب. يلا سويت لك التحدي تعال. طب هي اسمع ما يتحدي. انا الان خلص اطلع بدي اطلع. هي تعال تعال خلص تعال شارك معي بالتحدي. انت لانك تأسفت لي مبين عليك انك رجل محترم ولونك ازرق. ليش لونك ازرق؟ انا لون ازرق لانه انا مائي مائي انا مائي، عرفت ليش؟ اه مائي. طيب يلا تعال معي لهذا المكان، هيني الان بدي اسوي لك تحدي حلو. طلع يا زوجي تحدي. رسمت لك رسمة. اوه مين هذا؟ ايه انا 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 ساو 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 الازرق. استنى انت اللي مرة سمعت انك انت من دولة اسرائيل؟ ايه لا شو هاي الدولة ما بعرفها، انا من السودان، انا اصلا لوني اسود واسمر علشان هيك انا بلبس هذا القناع. انت من السودان؟ طيب يلا غني اغنية بلد السودان اشوف حتى اتأكد. بلد السودان انا سوداني ما في ما في شامبو شامبو ما في شامبو ما في. غلط رح اموت. مو هيك الاغنية، غني اغنية بلدك بسرعة لحتى امسكك. يلا غنيها. شامبو ما في سوداني سوداني ما في شامبو، هذا صحية؟ غلط غلط. طب خلص مو مشكلة، تعال شارك بهذا التحدي، تحدي الاختلافات ما بين الصور. اختلافات؟ انا ما بشوف انا لاني انا حاطط قناع ما بقدر اطلع كويس. يا حبيبي انت راح تجنني، خلص اطلع بالاختلافات وطلع كويس. طيب يلا يلا. اذا ما جاوبت وما بتعرف من اي بلد انت. هذا من اسرائيل انا متأكدة 100%. لا 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 خلص خلص راح اجاوب راح اجاوب. يلا خليني اجد وجدت الاختلاف. اطلع على هاي الافعى، اطلع على لسانها وايش في عليها حبوب، بس على الافعى الثانية ما في لا لسان ولا حبوب. مزبوط مزبوط هذا الكلام. طيب 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 خد لك هالاختلاف، اطلع كيف هادي البومة هيك عليها نظارات اما بالصورة الثانية ما في عليها ولا اي اشي. والله كلامك صحيح. طيب خد لك هالاختلاف، هون موجود هذا القنفذ الصغير وهون ما في قنفذ. اه والله صح كلامك. هي دوري دوري الان، شايفين هذا الغزال هيك عليه حبوب اما الغزال الثاني هيك ما عليه ولا اي شيء. طيب خد لك هالاختلاف، موجود هوني ورده اما هون ما في اي ورده. اه والله صح كلامك. طيب هي هون موجود فطر ولكن بالصوره الثانيه ما موجود فطر على الشجره. اه والله كلامك صحيح. طيب طيب خليني نجد الاختلاف، والله ما نلاقي اي اختلاف، شو بدي اسوي؟ تعالي لهون. اي لا لا شو بتعمل شو بتعمل؟ موتي بدي اذبحك وانا شرير. إيه؟ وانتوا اعطوني بالفخ وكشف كل اموري. بدي اسحب المنشار من ايدك. هاتو يا نزله من ايدك تبعتك. ايوه هينا حموت حموت خلص حبيبي خلص. تعال تعال بسرعه للاعلى والله ما كسر لي راسه. هي يا سبايدر مان صديقي حاله طارئه. ليش؟ هذا الشرير اعترف اول اشي من وين انت؟ انا نعم زي ما حكت زوجتك انا اسرائيلي. ايش اسرائيلي هذا الكلب؟ شو بدنا نسوي فيه هذا؟ بدنا نعدمه هذا بدنا نكسر له راسه. لا لا احنا طيبين ما بنسوي زي هيك، اذا هو تابع هذه الشغلات وصار يحكي تحيا فلسطيا وصار فلسطيني وغير شكله يعني ممكن ان نسامحه. خلص طيب طيب تعال بالاسفل تعال انا راح اغير. هاي انا رجعت زوجتك كمان، اطلعي بدي ارجع لك الورده تبعتك كمان. هاي زي الورده تبعتي شايف؟ اسمع احنا راح نسامحك بشرط واحد، احكي تحيا فلسطين وارمي كل الادوات الشريره اللي معك. خلص ماشي ماشي راح احكي تحيا
اسرائيل. صح يا اسرائيل، خد لك كايمانات، خد لك كايمانات، بدك اكسر لك راسك كثير، خد لك. تعال ايه يا حبيبي، خلينا حتى اضرب زوجتي بالغلط. ابعد عني، يلا يلا اضرب، اذبحها اذبحها. ايه ما بدي، ما بدي ابتعد. يلا نعم، هيدي نهاية الناس الأشرار، لازم الكل يكون طيب ويحب فلسطين، وعلى عهدي على ديني على أرض تلاقيني. تحيا فلسطين. وعلى أرض تلاقيني، أنا دمي فلسطيني.